خلينا نتعاون بترتيب هاي المهام، يعني باعتبار أنه نحن كمان كان درسنا الماضي عن ترتيب الأولويات والإحساس بالمسؤولية وتنظيم الوقت، وأنه الإنسان شفنا كيف سيسأل يوم القيامة عن 4 أشياء. كانت هي مين يعدد لي إياها هاي الأشياء التي سنسأل عنها يوم القيامة؟ تفضلي يلا يا إريم، نعم تفضلي أزيد. إريم. عن أبي هريرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. تمام، بارك الله بك، شكرا لك يا ريم. طيب، من خلال هذا الحديث اللي استعرضناه المرة الماضية، خلينا نرتب هاي المهام الموجودة أمامنا من حيث الأولوية. مين يلا يا يسرى، تفضلي. كيف أنت بالنسبة إليك كيف بترتبيها؟ أول شيء الصلاة في وقتها، تمام، وبعدين ترتيب المنزل، طيب، وبعدين الدراسي، جميل، وبعدين زيارة عمتي، تمام، وبعدين قراءة الكتاب. جميل، حلو. طيب في حدا عنده ترتيب آخر؟ شكرا لك يا يسرى. ايه تفضلي غزالة، تفضلي. الزيارة هي أهم شيء إنه بحياتنا، أهم شيء إني تو الصلاة، فبدنا نصلي على وقتنا، والترتيب بيتنا لأني تو كمان هذا إني تو نحن إنه مأمورين فيه إني تو لازم يكون الشيء نظيف، يعني إضافي من الإيمان. أنسي بعدين إني تو يعني إنه صلة الرحم، فبدنا نزور، يعني كمان نحن مأمورين بصلة الرحم. أنسي من إنه من نطلع زيارة مثلا بدنا انه ضروري نطيل النيت زياره، وبعدين الدراسه لانه يكون عندنا دراسه، فبدنا نحفظ شيء عندنا كتابه وظائف، واخر شيء اخر الليل يعني اذا بنحب المطالعه فبنقرا لنا مثلا صفحتين ومنحط راسنا ومننام. حلو، طيب انت معناتها هون بديتي صلة الأقارب، يعني زيارة الأقارب على الدراسة، باعتبار انه فيني اختصر انا مثلا للزيارة وبكون اديت انا واجبي تجاه مثلا قريبي او قريبتي هذه. طيب حلو، صفا كان عندك في تعليق؟ صح، لاني تو كمان اي من الرحم، يعني اني تو هي الرحم اللي بتيسر لنا امورنا. فعلا، حلو حلو، ملاحظة جميلة يا غزالة، إنه مثل إنه أنا خليني أفعل خير وبالتالي الله إن شاء الله حيبارك لي بوقتي وبقدر أنا أرجع مثلا وأدرس وهي. حلو، طيب صفا عندك كان تعليق؟ أنا آتي لأنه ما بطلع لعند حدا، لهيك إنه بحب القراءة أكثر من الزيارة. يعني أنت طبيعتك ولا وضع مثلا وضع الأسرة ولا شلون؟ ما لا فهمت طبيعي، كثير. لا طبيعي ما بطلع لعند حدا. ايه بس مو عليكي واجب، يعني في اقارب في عليكي واجب تجاههم. هلا بجوز انت مثلا، ما ما بعرف، هلا عندي. انت متزوجة ولا مالك لا متزوجة؟ ايه هلا بجوز الواجبات بتزيد بعد الزواج، بصير واحد في عليه واجبات اكثر. بجوز هلا انت مالك مسؤولة ولا لك محاسبة مثلا انه انت زرتي مثلا خالتك، اولاد خالتك مثلا، او على فكرة صلة الرحم هلا بنشوف نحن شو درسنا اليوم حيكون له علاقة بصلة الرحم، انه صلة الرحم مو شرط اني انا اقوم زور، حنشوف شو هي صور صلة الرحم من خلال درسنا اليوم. اذا درسنا اليوم ان شاء الله حيكون بعنوان صلة الارحام او صلة الرحم. طيب أين نحن الآن من التربية الإسلامية؟ لاحظوا هون نحن عنا اليوم يعني شوي يعني مشربك الأمور. هو نحن بنعرف إنه نحن أصلاً يعني العقيدة الإسلامية، التربية الإسلامية، الإسلام كله هو شيء مترابط ببعضه، رغم إنه نحن عنا يعني المنهج بيكون له كتير مثل ما بيقولوا جوانب او زوايا معينه يتناولها الاسلام، وكل شيء كل زاويه لها تفاصيل معينه، لها احكام معينه، لها تشريعات لها، لكن في احيانا اشياء تتداخل مع بعضها. لذلك انا وجدت انه صله الرحم فيها شيء من الاخلاق وفيها شيء من التشريع. تشريع ليش؟ لانه كثير في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت للحث
أو الحض أو الـ 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 يعني التشجيع على صلة الأرحام، حتى لدرجة أنه جعلها يعني وكأنها فرض من الفروض. ونفس الشيء الأخلاق، ليش ضميناها كمان يعني زاوية أو جانب الأخلاق؟ لأنه فيها شيء من أنه أنت لما بدك تزوري مثلا حدا بدك تكون خلقك يعني حلو، مو تروحي تزوري وأنت قالبة وشك مثلا، أو مثلا واحد عم ينفخ بوش مثلا، أو ما بده هيك عابس أو كذا، لا بده بدي يكون في رايح خلق. اسال عنه. ايوه تمام. فلا انا بدي يكون كمان علي سمت الخلق الحسن، وانه عامل هذا القريب لي او اللي في بيني وبينه صله عامله بخلق حسن. لذلك جمعناهم سوا. كما كالعاده اهدافنا اللي نحقق اليوم ان شاء الله قراءه الحديث، قراءه صحيحه، فهم الحديث فهما موجزا، وناخذ منه الفكره الرئيسيه، ونشرح معاني المفردات، ثم نستنبط ونستنتج اهم الفوائد والاحكام. طيب بدنا هون تعريف بسيط حتى هيك كمان تتهيأ عقولنا يعني لفهم هذا الحديث أكثر. إذا سألنا ما هي العائلة، ما هي العائلة؟ وممكن نقول ما هي الأسرة، يعني مترادفان هذول العائلة والأسرة نفس المعنى. طيب تفضلي يا أحمد. نعم سمعك. نعم، ما هي العائلة؟ هن أقاربي يعني أمي وأبي وأخواتي مثلا وعمامي إيه، أنا لما بقول أنا أمي وأبي وأخواتي، هي شو بيسموها؟ أنسي العائلة. هاي العائلة اللي خلينا نقول مثلا الصغيرة، صح؟ هي صورة من صور العائلة. هي اللي بيسموها إيه؟ تفضلي إيمان. تفضلي إيمان. أنا بقول العائلة هي يعني الأجداد، بيت جدي يعني مثلا أهل أبوي وأهل أمي كلياتنا سوا. طيب لأ، هي معناتها شوفوا في عنا، شوفوا أحمد ذكر بداية اللي هي العائلة الصغيرة خلينا نسميها، أو بيسموها كمان بتعريف الأسرة النواة. شو يعني النواة؟ يعني هي المركز اللي هن الأم والأب والإخوة والأخوات. بعدين إيمان قالت اللي هي العائلة بيسموها الممتدة، يعني الجدود الأعمام العمات الخالات الأخوال، هي بيسموها العائلة الممتدة. تمام. طيب إذا في علم الاجتماع الأسرة، الجمع أسرات أو أسرات أو أسر، أو العائلة اللي هي عائلات أو عوائل، هي الخلية الأساسية في المجتمع البشري وأهم جماعاته الأولية. تتكون الأسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم. هذا بتلاقوه يعني التعريف بشكل عام موجود يعني بكل مكان. لكن مثل ما قلنا إنه هي تنقسم إلى قسمين، أو حتى في إلها عدة، يعني مو قسم مو أقسام، هي صور العائلة مثل ما قلنا، اللي هي النواة أو الأسرة الصغيرة، ثم الأسرة الممتدة أو العائلة الممتدة، وفي كمان بيقولوا العائلات المشتركة. هي كيف العائلات المشتركة؟ اللي هنا بيكون في كمان زواج بيناتهم، يعني مثلا أولاد العم وكذا، هي بيسموها عائلة مشتركة. طيب الكلمات المفتاحية اللي حترافقنا اليوم اللي هي كلمة رزق، وفي عمر، العمر اللي هو إلنا عمر الإنسان يعني، وأثر، وصلة رحم.